ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. طبعا طارت غيبتنا وطبعا بنغيب كتير، بس يا جماعه غصب عننا والله بنحضر لمفاجأتين في العيله حلوين جدا جدا جدا. انتوا كمان متحمسين ليهم، وناس كتير توقعت في قناتنا الجديده. صح التوقع، روحوا شوفوا الكومنتات وانتوا تعرفوا التوقع. اكتر توقع الكتب هو كان ده الصح باذن الله. باذن الله محضرين مفاجأتين حلوين، احنا مش محضرينهم، هو يعني دي اراده ربنا الان. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا يعني لساني عايز يقول. فاهمين حاجه؟ قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لنا لايك وتكتبوا لنا كومنت حلو عشان بنقرا كل الكومنتات كل حلوه. وعايز اعرف شيء عنده وصل بيه طلب. يا طلبنا اوردر شاينا، انا ولبنى بقالنا حوالي 15 يوم او 20 يوم. الحمد لله الاوردر جه. والله قاعده مستنيه ومتحمسه قوي 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 قوي. وانا طالبه الاماني حاجات كمان عشان جوازها قرب، دي حاجه من ضمن المفاجآت. طب دي مش عارفه امسك لساني، دي حاجه من ضمن المفاجآتين يا جماعه، ان اماني جوازها قرب، فطلبت لها حاجات هنا اوريها لكم، وطلبت حاجات لادهم وجولي وكده، وقلت لها الحاجات لنفسها، فجايبين حاجات كتير ما شاء الله. يلا بينا ننزل كده. هتقعدوا تستغربوا ان الكرتونه ليه عامله كده، هقول لكم ان حاجه كان جايه في كرتونتين بس، وانا طالعه فوق السطح قلت طب ما احطهم على كرتونه واحده واشيلهم عشان ما اخليش حد ينزل يشيل معايا، ففكيت بقى الحاجه وحطيتها هنا كده. يلا بس احنا ما اتفرجناش، ربنا متحمسه قوي. يلا بينا اصبروا كده. حاسه ان الابيض ده بتاعي ان شاء الله. طب اصبري نجيب كام حاجه كده من على وش. لا احنا نفضي الكرتونه كلها بعد كده نرجعهم تاني في الكرتونه. طب يلا. فكره ربنا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده كوتش اللي انا طلبته؟ ما تهزرش. يلا يلا نرجع كده يا ربنا، نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان ربنا شاف انا افتح الكراتين الاول. الكوتش ده طب ما تيجي نفتح دول الاول. ماشي. الكوتش ده يا جماعه ده الابيض اللي انا طلبته؟ لا 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 ده اللي انا طلباه. ماشي. بصوا يا جماعه الكوتش ده انا طلبته اماني، وهي بتجيب حاجتها قالت نفسي الكوتش رياضي يكون حلو. طبعا اماني اللي بتصور، فطبعا متفاجئه من ورا، انا نفسي اقول لكم رد فعلها عامل ازاي. عجبك يا اماني؟ فقالت ان هي نفسها الكوتش رياضي. فانا شفت ناس كتير الصراحه، احنا ما كناش بنجيب جزم ولا شنط من كده مش يعني، بس ناس كتير قوي شكرت في الموضوع وقالوا ان هم حاجه الكوتشات والشنط وكده جميله، فقلت هغامر. بس بصراحه طلع جامد. بص خفيف ازاي؟ ايه ده فكرته في ايه؟ حلو والله. خفيف جدا جدا جدا، وخامته تحفه. مبروك يا عروسه. احلى من احلى من الخامه اللي هي موجوده هنا في مصر اللي هي الشراب. بصوا ده لا جميل بصراحه. الله تحفه. ناس كتير قوي اصلا بيشكروا في الحاجات بتاعتك. مبروك عليكي يا اماني. يا جماعه احنا هنسيب لكم لينك، هنسيب لكم الاكونت بتاعتنا يا جماعه، تديكم خصم وكمان لينك تحميل الابلكيشن. وهنسيب لكم لينك تحميل الابلكيشن تحت، وهنسيب لكم اللينكات كلها بتاعت الاوردر. افتح دي. لا ثواني، ينفع اعلق تعليق؟ قولي. حط في الكيس عشان ما يتبهدلش. اماني يا جماعه دقيقه قوي يا اصلي. بسم الله. انت كسبتي، انت كسبتي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. لقد وصلت بالسلامه يا جماعه. عايزه اقيسها ينفع؟ ربنا عارف عاملين زي ايه، زي اللي هو جول جول جول. هوب هوب جامده يا جماعه. الخامات ده تحفه. شوفي يا جماعه الحماس، بس احنا متحمسين بجد. خامتها حلوه قوي. الله يا جماعه انا كنت نفسي اشتري قبل الشتاء ما يخلص هوب بوت زي كده. الحمد لله ما خلصتش. بصي بقى في المفاجاه الثانيه. بكره البسه. لا لا المفاجاه الثانيه. لا لا الثانيه لازم يكون بكعبه، ما انا محضراه. ايه ده بجد؟ يلا كان نفسي تبقى هو ده. تعالوا نشوف ده كمان مفتوح اهو. الله الله الله. دي انا طالباها برضه. بصوا دي انا قلت ايه، لو ما عجبتش اماني. دي عالي قوي يا جماعه في الشيء. قلت لو ما عجبتش اماني هاخدها انا. يا رب ما تعجبش اماني عشان غيرك. تحفه. انا عايزه ده عشان بصي يا ماني. بصي بصي جامده تحفه. شكلها حلو قوي بجد. طلع ده ترند يا جماعه منه، الابيض والاسود والبيج تحفه. انا لو عجبت امينه خليتها، ممكن اطلب انا منها تاني. يعني ايه اطلب منها لون تاني؟ لان انا عندي حاجات كتير قوي. عندي حاجات بيضه كتير قوي. لا خديها خلاص يا اميره، احطها لك، احطها في كيس بعد. لا لا خديها خديها. انا حاسه ان انا عايزه افتح دي. افتحيها. يا واحد زي ده. انا كنت طالباه وما جاش، بس ان شاء الله الاوردر الجاي هطلبه. الابيض منه جميل برضه. بصوا مبروك عليكي يا اماني. حلو قوي قوي بجد. بص وخفيف، خامته تحفه، خامته حلوه قوي، احسن من اي كوتشات شفتها هنا في مصر. شكله مش الشركه الصراحه، وشكله حلو قوي. بصوا هي بقى عشان تبقى عروسه وكده، يعني هتعوز حاجات زي دي تلبسها بقى في اول الجواز، تبقى الوانها كده حلوه. افتحي انت دي بقى. ماشي. لا انا حاسه ان الكوتش اللي انا طالباه هنا مش عارفه ليه. اهو ايه ده؟ بس ده طويل قوي، يا رب يطلع مقاسي ولا ايه؟ بصوا يا جماعه ده كام؟ 40. ده هيجي مقاسي كده يا جماعه. ده ربنا طالباه. حلو. انا جبته عشان يا جماعه البس، لو هلبس مثلا بنطلون من تحت ليه استك او بنطلون قصير شويه. حلو قوي خامته، حلو قوي. يس يس يعني يس. بصي لولا ان هو كوتشي كنت بصت والله من كتر الخامه الحلوه. يا مان تحفه. انا عندي زي الموف، فجبته ابيض ساده عشان البسه على اي حاجه. عارفين يا جماعه الخامه بتاعتها عامله زي ايه؟ زي الحاجه بتاعت بريشكا
والحاجات اللي هي لا واحلى حاجه كمان يا جماعه ان النعل ده والبتاع ده نفس اللون نفس اللون اه لان احنا بنتضايق قوي من الموضوع ده. انت ما افتحي دي ريحته جميله فعلا الحاجه جميله اه الله 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 ده دول طالباه نشوف بقى اميه تاخد منهم ايه وانا هاخد منهم ايه بس ده اميه اكيد تاخده لان انا شايفه ان هو شياكه بصراحه. بصوا بس كده هو لولا بس ان الروبوت كمان عايز بصي شياكة حاجة كده شياكة بجد. يلا عشان افتح الشنطة. بصوا تحفة تحفة بجد يا ماني مبروك عليك يا ماني. مش هينفع يا ماني. يلا فرحي بشكلك هتطلعي جميلة يا حبيبتي. لا كتب ايه ده ملهاش ايد ولا ايه؟ لا ليها جوه. بصوا يا جماعة اتفتحي بقولك بتفتحي البيضة بالمرة ونشوف البيضة والسودة ما شاء الله خامات الجلد بتاعتهم تحفة. انا حاسه ان البيضة مش احلى حاجة. البيضة مش احلى حاجة ليه جميلة جامدة ليه جميلة مش والله ما عجبتني شنطة بيضة الصراحة يا جماعة. الله الله يا حبيبتي لا عجبتني والله يا لبنى البيضة جميلة برضه يا جماعة. طبعا انت تشوف الشنطة دي كل يوم خلاص كده. احنا بصوا عندنا شنط كتير قوي بس لما بنحب شنطة بنعلق عليها خلاص يلا السلامة. زروس علق لها دي كمان عشان هي ايه تفرح بيها وتحس ان هي عاجباها. بصوا بصوا من جوه يعني تشيل حاجات معاكي كتير. ما انا كنت بفكرها ان هي صغيره في الابلكيشن انا شفتها حاطين جنبها الموبايل فشكل الموبايل جنبها صغير. التابلت تشيل التابلت بس هي طبعا مش هتشيل التابلت بس مش مشكله بس هي تشيل يعني تشيل حاجات كتير. بصوا يا السودا الصراحه احلى منها كمان في الخامه. خامتها الصراحه بس يعني مش مشكله بس دي برده شكلها شيك شكلها مختلف على فكره شكلها شيك قوي يعني دي غير الثانيه فاهمة يعني لا لما مش حاجات هيبقى شكلها حلو. جميله حطي كده فيها حاجه مبروك عليا. يلا افتحي بقى انت افتحي انت ده انا عارفاه احنا هنلم الحاجات الثانيه ان شاء الله انت هتطلع فستاني اللي انا طالباه. ايه ده لا ما طلعش فستاني طلع بنطلون ابيض ولا ايه ده؟ ده بتاعي انا بيجامه ده طقم اللي هو يا جماعه طقم شكله شيك جدا تحفه. بصوا الحلاوه ده ممكن بقى يتلبس في المناسبه. بصوا الحلاوه في المفاجاه. بصوا يا رب بس يجي مقاسي عشان شكله هيطلع صغير. لو طلع صغير بقى حلال على امان حلال على لبنى اللي ياخده عادي. بصوا بقى بصوا البنطلون بتاعه كمان شكله عامل ازاي من هنا. انا طبعا هقيس الحاجات دي دلوقتي وهوريها لكم يعني هقيسها وهوريكم على طول دلوقتي. شكله تحفه بجد لو ما جاش مقاسي اخلي اللي يجي مقاسه هو اللي يقيسه. بس عشان ده ابيض كده ايه ممكن افتح ده كمان عشان احس ان ده الفستان بتاعي. ماشي افتح. يا لها من فستان رائع. لا يا له ان شاء الله تطلع حلو ما تكسفنيش ولا تخسر يا رب بس المقاسات بس عشان احنا دخلنا لا لا انا جايبه كبير يا جماعه شكله يطلع صغير ده 2 اكس لارج والله شكله يطلع صغير. لا يطلع حلو انا جايباه يا جماعه عشان ما يطلع صغير. الله اكمل اللي بحبه. قومي كده قومي كده وريهم من قدام شويه بصي يا جماعه تعالوا اوريكم قصير ولا ايه عادي ما انا عارفه يا لهوي يا جماعه انا جايباه عشان لما اسافر في الصيف او اروح مصيف البسه هيجي صغير عليكي والله العظيم. وبعد لبنى هيجي صغير رهن مش مهم ما انا هروح بيه في البحر رهن حرام الصيف يبقى تكون خست ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه هخسلك يا خساره مع اني جبته عشان الابيض اللي عندي صغر عليا مني لله. يا جماعه احنا دخلنا بجد انا ولبنى الايام دي قوي. لا يا جماعه والله انا كنت تفاحه موزه وان شاء الله مش هاكل لان احنا مش حتى مش مواظبين حتى على العلاج التخصصي اللي بناخده فيعني الله يكون في عوننا بقى. دي بقى انا عارفه دول ايه لان انا الصراحه فتحتهم ما قدرتش امسك نفسي على حاجه ادهم وجورا طلبت ثلاث حاجات بس ليه؟ انا قلت هجرب المقاسات فطلبت ثلاث حاجات وقلت اشوف المقاس وان شاء الله الاوردر الجاي بقى اطلب لهم اكتر من كده. بصوا بقى بصوا بصوا يا رب بصوا الشيك بصوا يا جور شيك قوي قوي الحمد لله جه مقاسها فكده عرفت مقاساتهم. لا وكمان بقاستك اهو هجيب لهم بقى مقاساتهم كمان في الطول. الله حلوه قوي انا متحمسه قوي للصيف. بصوا يا جماعه وده ايه ده؟ بصوا الشياكه وكان سعر حلو قوي. انا طبعا كل حاجه سايبها لكم بالصوره والسعر تحتها وكود الخصم بتاعنا طول الفيديو هيديكم 100% خصم على الخصم. لا والله جميل يا جماعه تحفه. بص اللي جاي بص اللي جاي بص بص البنطلون جامد ده احلى بكتير صحبة. ده يتلبس كده امسكي كده يا لبنى معايا يروح المصيف ده كده يتلبس كده فوقيه بحب قوي الحاجات دي انا. بصوا بقى بصوا كمان المفاجاه كمان بصوا بقى امسكي كده يا لبنى ده كمان فوقيه قميص جاكيت كده يا سلام ماشي بقى حطها باينه بص شكله شيك قوي بجد شكله شيك هيجي حد بقى يتميز ازاي انت ماشي وطفله بطنها باينه جماعه دي والله تحفه ما شاء الله ما شاء الله بصوا تحفه
جاي مقاسها بالظبط. ده احنا كسرنا حاجه جت، انا قيسته بس بالشكل كده، جاي هو مقاسها بالظبط. يعني لو هي كبرت في الصيف شويه ممكن ما يجيش عليها، ممكن البنطلون يوسع سنه بس. ماشي ماشي، هو كده كده حلو قوي، حلو قوي بجد. طب نشوف بتاع هدومي. اه بصوا بقى بتاع ادهم، افتحي يا لبنى. بصوا يا جماعه، ده انا بقى متحمسه قوي ان انا اطلب منه واحد الجولي ده، بيعمل في نفس الوقت. اه شاطره، كنت مستنيه لما تقول. بصوا هو في من هنا كده سفنج، سفنج. بصي يا منى قربي كده، بصي سفنج اهو، شايفينه؟ طب والله جامد. فبقى ايه الطفل يلبسه ويعوم بقى بيه لوحده، بس انا طبعا مش هسيبهم يعني، برضه هبقى معاه، بس هو تحفه كده. بس بتاع جوني اجيبه مقاس اكبر شويه، لان ده يجي على ادهم. يا واو، هيجي على ادهم صغير سنه، فممكن ادي ده لجوجو عشان جوجو ارفع شويه من ادهم، واجيب لي ادهم اوسع. بصوا تحفه تحفه، بصوا بصوا كانه كانك مركبه فيه عوامه. تحفه اه منه فيه. الصراحه ما شفتوش في اي حته في مصر، في اي حته. انا عارفه ده يا ربي. انت فتحتيه؟ بما ان ما هيطلع، والله ما فتحتش حاجه. بتاعت شغل حاجه بس ده مش هيجي بقاس، بس هو ان شاء الله. انا اتريت معاه ان هي جايبه مقاس يا جماعه صغير، فقلت لها يا ابن رهان ان هو مش هيجي مقاس. اهو هيجي مقاس، اهو لا هيجي مقاس دنيا، لا هيجي مقاس بالعافيه. بصوا بصوا يا جماعه، انا بقول لبنى يا لبنى ابقي قولي لي على المقاسات، انا حفظت مقاسي انا. بس البنطلون مقاس اهو، البنطلون اه، لكن البلوزه لا. لا ان شاء الله هحسنها، ما حدش يتكلم. لا هيجي، هيجي مقاس البنطلون والله. هتقيسه دلوقتي واقول لكم البنطلون اه، لكن لا طبعا انت ايه البنطلون اه، لكن البلوزه لا. اقول لك انت هتقيسيه واحنا نقول لهم، ما حدش يتكلم معانا. لا يا لبنى، لا يا لبنى، انا قلت لها يا لبنى كنت قلت لها على المقاس، كنت هقول لك مقاس اكبر. خلاص يا جماعه، انت صغير لو كان صغير بقى يبقى مبروك على دنيا، ودنيا تجيب لها واحد الاوردر الجاي. هتخسروا بقول لكم يا جماعه بجد، اقسم بالله احلى حمه مايو ممكن تجيبوها في الدنيا، فعلا تحفه. برضه من لان خامه مايو لبنى يعني نفس خامه ادهم، فتحفه تحفه تحفه تحفه. والله هخس لك 20 كيلو ان شاء الله على طلعه الصيف باذن الله، كده كده بخس، كده كده بخس اه ان شاء الله. يلا بقى ده متبطن من هنا اهو. اه تحفه 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 بجد يا جماعه، والله تحفه بجد وشيك قوي. اللي بعده ايه ده؟ انا مش فاكره انا اه افتكرت، الله افتكرته انا، يا رب يجي بس يا رب الله يجي مقاسي. بصوا يا جماعه الشياكه، مش تقولي لي على الحاجات الجامده وربنا قايله لها. بص شيك، لا البنطلون تحفه، شيك والخامه بتاعته حلوه قوي. يلا يلا عشان المفاجاه. يا رب الحمد لله يا رب كده، ممكن ما اشتريش حاجه للمناسبه، هقول لكم برده في القناه. بصوا يا جماعه تحفه تحفه، خامه القميص بتاعته ايه رايك يا ماني؟ جامد جدا. لو عايز تاخديه خديه، والله ما يغلاش عليك. لا شكرا يا حبيبي، والله عادي. جماعة على فكرة احنا بنعمل حاجة انتم ما بتعرفوهاش، بعد ما بنقفل الفيديو اللي بيبقى عاجبه حاجة بناخدها، لا بناخدها من بعض وبعدين الاوردر اللي بعده لو ممكن انا اجيب لحد. الله الله برضه ده ينفع للمناسبة. بص يا جماعة احنا ما تسلفيني لفة، ادوني لفة يا بنت. الله قولي لي على الحاجات، قلت لك وربنا زميلك مش عارف وريتوني، بس هي ما كانتش متخيله ان هو في الصوره مش هيطلع حلو زي الحقيقه. لا جامد يا جماعه والله. اجيب له بقى حزام ذهبي من هنا كده، يكون سلسله اللي هي العريضه دي، والبسه بقى. والله شيء يعني متغاظه. تعالوا نفتح اللي بعده، ده انا عارفاه ده ما طلعش. معلش يا جماعه في اصوات في الخلفيه، بس عيد ميلاد ادم النهارده عند حنانه، سيب لكم. الله الله، الجاكيت الشهير في شيئين كان نفسي فيه. جميل قوي، نفسي فيه، كنت هموت عليه يا جماعه. تزارة غالي قوي قوي، كود جامد موت، غالي قوي قوي قوي. الحمد لله يا رب. لو طبعا هلبسه لبس الشتا دي، بس هشوف الشتا الجايه اكيد يعني عادي ينفع معايا الشتا الجايه لانه لسه جديد. انا اللي هفتح اخر واحد. اوه جامد، ها تحفه. ايه يا اختي يا رب، يا احلام يا اختي يا رب. الحمد يا رب، انا المره دي اختياراتي غير موافقه، ان شاء الله بركه. لا يا لبنى ليه كده، ما حاجتك حلوه. ده بتاعي يا جماعه، بص ده بتاعي 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 بتاعي. الله تحفه، الله هسيبكم. يلا هنقيس ونرجع لكم، هنقيس ونرجع لكم. هنقيس ايه؟ انت مش هتقيسي حاجه؟ هقيس ايه؟ وتعملي قياسي. كان نفسي اقيسي، بس ان شاء الله هشوف لو هقيس هقيس. يلا بينا. الحلاوه دي، الطعامه دي. بص يا لبنى، لا بصي هو حلو زي ما انا قلت لك. قول لهم انا قلت لك ايه كده، قول لهم لا ارفعي، ارفعي اللي انا، ارفعي اللي انا قلت لك عليه يعني، ممكن كده يعني لو اتعملت بلوزه هتبقى لاجن يعني. اه ماشي ممكن، لكن كده قصيره قوي مش حلو. ده احلى طبعا طبعا.
ده احلى. انا عندي واحد زيه على فكره يا جماعه شايله بس لون تاني. طبعا طبعا لبنى لبنى ده زيه اسود في احمر كروات صح؟ لا عندي واحد زيه تايجر. انا عندي ابيض في اسود. المهم ان هم عندهم واحد زي. طبعا لبنى اماني هيجي لهم جلطه يعني على اختياراتي الموفقه. واللي عايز يشتري اي حاجه من شيء يدخل يكلمني على الانستجرام يا جماعه انا اختار معاكم. بصوا شوفي مقاسي بالظبط. الله نفس المقاس بالظبط. يلا بينا على اللي بعده. هجيب لكم الصودا اهي. يلا يا جماعه انا جايه استنوني بقى عشان ايه انا جايه. رايحه فين؟ خارجه خلاص. بصراحه جامدين مع بعض بصراحه. لا بس ده التوكه ذهبي وده مش مشكله مش مشكله ربنا يوفق الدنيا على بعض. بس ده بيج عادي عادي اه عادي لايقين على بعض اصلا جامدين بصراحه. مبروكين عليك يا لبنى. الله يبارك فيك يا امري وعقبالك يا اختي والله. وبما اني موديل خايبه فقررت اجيب لاماني هي اللي تقيسلكوا وكده. ده يا جماعه اول طقم حصريا اماني تلبسه بعد الجواز. ايه رايكم؟ ايه رايك يا اماني بجد تلبسيه؟ حلوه قوي بجد. حلوه قوي اه. الرجل بتاعته من تحت مختلفه قوي. بصوا كمان الكوتشي. بصوا الكوتشي. بصوا واو بجد تحفه 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 جدا. وكمان ده ممكن يتعمل فيه حركه ان هو يتعمل هنا كده بس. لا لا هو مش اصلا مش عايز ولا يتعمل كده ولا هو زي ما هو كده شكله تحفه. والبنطلون بتاعه الابيض والبنطلون بتاعه يعني وصل لحد هنا ينفع يتدخل فيه كده تيشرت من جوه وتلبس عليه حاجه. حلو جدا بجد عجبني. مبروك عليك يا اماني تحفه والله. مبروك عليك يا عروسه حصريا يا جماعه حصريا. يلا ايه الحلاوه دي. بصوا يا جماعه والله العظيم شيك جدا جدا. بصوا الكوتشي ما ربطتش الرباط بس بصوا اصلا شكله في الرجل دي الرجل الثانيه كده. بصوا بصوا تحفه تحفه. لفي لفي تحفه يا اماني. مبروك عليكي تحفه 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 تحفه. بصوا يا جماعه ده. بصوا يا جماعه ده. بس هو الفستان قصير على اماني فهي لابسه البنطلون. طلعوا اربعه سارحين واربعه اثنين بايظين. لا مش اثنين بايظين قول اثنين. لا قول اثنين. المشكله ان اكتر قطعه بتبقى عجباني وببقى عايزه اجيبها كل مره بتطلع بالنصيب دول. ما تبصش على احجامنا عادي عليا عشان اختيارات لبنى. بص يا لهوي انا اسفه يا جماعه الصوت. اختيارات لبنى دايما في المقاسات غلط زي بالظبط. انا ده ما جاش عليا خالص جه على اماني. عشان تعرفوا بس انكم تاخدوني خدوه خدوه. ناخدك خدوه لينا فعلا ان انت رفيعه. كان بيلطف بيا عشان ما يجيش وانا فضلت اعاند واطلب. بيلطف بيا عشان ما يجيش. اه كانت كل مره تطلبه وما يجيش. تطلبه ربنا قال لي طب خدها. طب ده حلو. اه شكله تحفه. قولوا يا جماعه اعملي في الكومنتات عشان هي معترض عليه. انا شايفه ان ده حاجه حلوه قوي تروح بيه اي مناسبه. بس الحته اللي تحت دي بقول لها توديها عند اي ترزي. اسمعوني اسمعوني. اه يا اما جزمه برقبه زي ما لبنى قالت. جزمه برقبه تبقى طويله كده من جوه يبقى الفستان جاي عليها ولجن. او تروح عند اي ترزي يزود لها حته تاني اللي هي اللي زي البنطلون كده. بس بس شكله تحفه يا ماني.